أسعد الله صباحكم بكل خير. هذا الفيديو مقدم لكم من وينزر بروكرز تاريخ 12/12/2019. محدثكم عصام اسطنبولي، نظرة على الذهب. من الناحية الإخبارية على الأجندة الاقتصادية، لدينا اليوم مجموعة من الأحداث سوف تؤثر في حركة الذهب. أولها سيكون الانتخابات البريطانية التي سوف تزيد من نسب الخوف والحساسية في الأسواق بسبب قرار البريكزيت المبني على نتائج هذه الانتخابات. يتلو ذلك تقريبا خلال الفترة الأمريكية حديث لكريستين لاغارد محافظة البنك الأوروبي، التي أيضا من المتوقع أن تتطرق إلى خطابها حول البريكزيت والانعكاسات المحتملة على الاقتصاد الأوروبي. يتلو ذلك أيضا أخبار ستصدر في الولايات المتحدة، أولها سيكون أرقام المنتجين الأساسي والمتوقع أن يصدر عند 2% مقابل 3% في الرقم السابق، وستصدر أيضا في نفس الوقت أرقام المنتجين والمتوقع أن تصدر أيضا عند 2% مقابل 4%. وأخيرا يصدر طلبات الإعانة والمتوقع أن يصدر عند 213 ألف مقابل 203 ألف في الرقم السابق. أما من الناحية التقنية، نلاحظ التداولات السلبية حاليا على الذهب والثبات أقل من مستوى 1475، وهو ما يعزز النظرة السلبية على حركة الذهب للوصول إلى مستويات 1468. كسر مستوى 1467 يعزز أيضا النظرة السلبية للوصول إلى مستويات 1462. فقط تداولات أعلى مستوى 1476 يعزز النظرة الإيجابية على الذهب للوصول إلى مستويات 1480، وكسر مستوى 1482 يعزز النظرة الإيجابية للوصول إلى مستويات 1486. كان معكم عصام اسطنبولي في التحليل اليومي للأسواق من وينزر بروكرز. شكرا لحسن المتابعة.